السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الآن، هل ممكن حلمك يصبح حقيقة؟ منذ 35 سنة بدأنا العمل الإنساني في الإغاثة الإسلامية بأقل من 20 قرش. ما كان الواحد يتخيل أن في يوم من الأيام هكون أنا في قرية اسمها جراشي في جنوب كينيا مع كل هؤلاء الناس الجمال اللي احنا قاعدين معاهم بيحتفلوا بينا، بيرحبوا بينا علشان مشاريع المياه ومشاريع المدارس اللي عملتها الإغاثة الإسلامية. اعلم أيها الشاب وأيتها الشابة أن من الممكن أن حلمك يصبح حقيقة، لكن عليك أنك ترعى هذا الحلم أو أنك ترعي هذا الحلم إلى أن يصبح شجرة مثمرة وغابة مثمرة وموائل مثمرة كبيرة. هذا هو الحلم الذي أصبح حقيقة بعد 35 سنة. نحن لم نكن نعرف أننا سنصل إلى مثل هذه الأماكن، ولكننا وصلنا إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. وعرفوا تماما أن حلمكم هيصبح حقيقة إن آمنتم به وجاهدتم من أجل تحقيقه وثابرتم لإعطاء الناس روح هذا الحلم في حياتهم كما هم موجودين الآن معنا في هذا المكان. جزاكم الله خير على أن حققتم لنا هذا الحلم بدعائكم وبتعاونكم وبأموالكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.